الصورة الجاية صورة مش هتكون لطيفة، لأنه واضح من العالم كله إنه العالم مش هيقدر يقف بسبب فيروس كورونا اللي لا ليه علاج إلى الآن ولا ليه مصل إلى الآن. وبالتالي العالم كله ماشي في سكة إنه لازم نشتغل ولازم نكمل حياتنا مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية الكاملة اللي تحمينا، وإنه يكون كل إنسان بقى مسؤول عن نفسه، كل إنسان كامل عاقل راشد عارف هو بيعمل إيه في نفسه وفي اللي حواليه، وتبقى مسؤوليته الشخصية لحماية نفسه كفرد وسط المجتمع، بحيث إنه ينزل يشتغل لأنه الشغل ضرورة ملحة، لكن الأشياء الاختيارية يتنازل عنها ويتخلى عنها في مقابل حماية نفسه وحماية مجتمعه وحماية أسرته ومن حوله. فمش الحظر اللي معمول ما هوش حظر أمني، احنا مش في حالة حظر أمني بسبب ثورة أو إرهاب أو احنا في حظر صحي. فالمفترض ان كل انسان مننا يكون عارف كويس جدا انه وجوده في البيت ده حماية لنفسه، فمش ممكن انه يبقى فيه كوبري واحنا تحت الكوبري نعمل قهوة مستخبية نقعد فيها نشرب شيشة زي القهاوي اللي كانت بتقفلوا المنبر عليهم، او البيت اللي كان منفذ على قهوة من ناحية تانية. انا شايفة، انا مش قادرة افهم المنطق اللي الناس بتفكر فيه في الحالة دي. انت مش محروم من النزول من البيت عشان انت متعاقب، انت محروم من النزول من البيت علشان انت بتحمي نفسك وبتحمي عيلتك لا اكتر ولا اقل. فالتصرف ده تصرف غريب جدا وتحايل، يعني مش عارفة يعني اللي بيفكروا يعملوا ده. يعني خلونا نشوف الصورة من قريب، الناس قاعدة، حد بيبيع غزل البنات، والناس قاعدة بتشرب قهوة تحت كوبري في حتة متدارية بيشربوا شيشة. يعني مش يعني برضو يعني انا رغم ان انا مش قادرة افهم السبب اللي ممكن يخلي بني ادم يخاطر بصحته عشان ينزل يشرب شيشة، لكن اشكر المسؤولين اللي هم قاموا باغلاق هذا المكان.